أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعمل. معارضو الانتقال في عدن لا يجرؤون على الكلام بصوت مرتفع. وفي أخبارنا المنوعة، هل يشهد الشرق الأوسط ربيعا عربيا جديدا؟ أصغر ملياردير في أفريقيا طلب من خاطفه أن يقتله بدلاً من دفع فدية. أهلا بكم. يريدون من المخابز أن تشاركهم بالحرب وأن تدفع الأموال لتمويل مقاتلين جدد، ولا تجد ميليشيا الحوثي حرجاً من إغلاق جميع المخابز في صنعاء وفقاً للصحوانت. أزمة رغيف في صنعاء عقب إغلاق ميليشيا الحوثي عشرات المخابز. قال الموقع إن الميليشيا أغلقت أو الميليشيا الحوثية أغلقت مؤخرا عشرات المخابز بالعاصمة صنعاء، ما تسبب بأزمة حادة في رغيف العيش. قالت المصادر أن ميليشيا الحوثي أغلقت أكثر من 50 مخبزا في صنعاء بحجة أنها مخالفة، وذلك بعد أن رفضت هذه المخابز دفع جبايات جديدة. ودعت نقابة الأفران والمخابز إلى الإضراب عن العمل احتجاجا على الإجراءات التي تقول أنها تلحق خسائر بمالكي الأفران والمخابز. وتتصاعد الأزمات المختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية التي تنهب أموال المواطنين والتجار تحت لافتات عدة. بدأ نافذون عملية بسط على حديقة الكمصري بعدن في واقعة هي الأولى من نوعها، وفقا لموقع عدن الغد الذي عنوان لم يفعلها الإنجليز ولا الروس ولم تحدث بعد 94. بدء البسط على حديقة الكمصري بعدن. قال الموقع إن النافذين الذين يحكمون المدينة التهموا كل المتنفسات العامة والشوارع والمساحات، ووصلوا مؤخرا إلى الحدائق والمتنزهات. ويشرع منذ أيام عمال بناء على إقامة محلات تجارية داخل حديقة الكمصري في طرفها الشمالي. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد أن البناء ظهر من خلف السور بعد أن ظل تحت الجدار لأسابيع. قال مسؤول محلي في السلطة المحلية لصحيفة عدن الغد أن الحديقة تتعرض لأعمال بسط غير مشروعة من قبل نافذين، وأشار المسؤول إلى أن الحديقة تتعرض لأعمال بناء في جانبها الشمالي بالإضافة إلى أعمال بناء لقاعة أفراح في جانبها الآخر. درس أمجد ناصر في عدن وعاش فيها جزءا من حياته، وثقها كثيرا في كتبه الـ20، كانت تحضر على هيئة حمامة فازعة، كما في تعبيراته الغزيرة: عدن التي تطوي حيوات كثيرة لمن كانوا جزءا من نسيجها، تنسى في مشاغلها الكثيرة من رحلوا عنها ومن ماتوا بين جنباتها ومن ماتوا قبل أن يروا صورتها الجديدة. كان أمجد الطالب الذي يحمل اسم يحيى قد توفي أمس في لندن، وقلبه معلق بالزيارة الأخيرة لمكان المنشأ. في برنامجنا نعيد نشر مقاله قبل الأخير، والذي كتبه في مايو من هذا العام، وقد تحدث فيه عن علمه بمرضه. وقال الكاتب الأردني: في آخر زيارة إلى الطبيب في لندن، كانت صور الرنين المغناطيسي عنده. من علامات وجهه شعرت بنذير سوء. قال من دون تأخير: الصور الأخيرة لدماغك أظهرت للأسف تقدماً للورم وليس حداً له أو احتواءه، كما كنا نأمل من العلاج المزدوج الكيمو والإشعاعي. كان مساعده دكتور سليم ينظر إلى وجهي وفي عيني مباشرة، ربما ليعرف رد فعلي. قلت: ماذا يعني ذلك؟ قال: يعني أن العلاج فشل في وجه الورم. قلت: والآن ماذا سنفعل؟ رد: بالنسبة للعلاج لا شيء، لقد جربنا ما هو متوافر لدينا. وفيما يخصني ماذا علي أن أفعل؟ قال: أن ترتب أوضاعك وتكتب وصيتك. قلت: هذا يعني نهاية المطاف بالنسبة لي. رد: للأسف سنحاول أن تكون أيامك الأخيرة أقل ألماً، ولكننا لا نستطيع أن نفعل أكثر. قبل أن أغادره قال: هذه آخر مرة تأتي فيها إلى عيادتي، سنحولك إلى الهوسبيس. وكانت آخر مرة سمعت فيها هذه الكلمة عندما دخلت صديقة عراقية أصيبت بالسرطان في المرحلة النهائية.
يبدو أن الهوسبيس مرفق للمحتضرين أو من هم على وشك ذلك. قلت له: لدي أكثر من كتاب أعمل عليه وأريد أن أعرف الوقت. حدد وقتاً قصيراً لكنه أضاف: هذا ليس حساباً رياضياً أو رياضيات، فلا تتوقف عنده. لا أحد من عائلتي معي. أين هم؟ زوجتي في المستشفى، مستشفى آخر، سرير آخر، بجانبه كرسي لزائر، أنا في السرير. يسألني الطبيب الذي يقدم لي نفسه: دكتور خان، أسئلة ستكرر لاحقاً بلا توقف تقريباً. يعود الجسد إلى اسم وتاريخ ميلاد ينبغي أن ينضبط في ملف طبي. جاء طبيب شاب يدعى علي، مصري، يتحدثان. الصور تظهر شيئاً آخر، كلا لم تكن جلطة دماغية. شعرت أن دكتور خان أتهيأ لرمي قنبلة. سألني إن كنت أفضل وجود فرد من العائلة. قلت له مازحاً: كأنك تمهد الأرض لرمي قنبلة. ضحك. قلت له: ارمها. الصور تظهر للأسف ورماً في الدماغ. يقول جزء من تقرير نشره موقع المشاهد نت أن المشهد الثقافي في المدن الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي شهد تجريفاً غير مسبوق للثقافة الأصيلة والمثقفين، وتغيرت أشياء جوهرية تمس العادات والتقاليد. يضيف الموقع: تغير شكل البناء ليتوافق مع مرحلة جديدة، حتى ألوان القباب والمآذن أصبحت خضراء تحاكي جماعة بعينها في الخارج، واختفت من المشهد الثقافي في صنعاء عاصمة البلاد الكثير من الوجوه الإبداعية، إما لضيق ذات اليد أو وإما بالتهديد وإما بقوة السلاح، وقد ذهب البعض إلى السجون وذهب آخرون إلى المنافي. يفيد التقرير: أغلقت 160 صحيفة ومجلة أغلقت كانت تعمل بدأب وزج بصحفييها في السجون، ومرض الكثير من الأدباء والفنانين وماتوا دون أن تمتد لهم يد العون. ولعل من الفظائع التي سجلت ضد جماعة الحوثي إقدام عصابة تابعة لها على قتل الفنان الغنائي الشهير نادر الجرادي في عرس مشهود، وقتل الفنان معين الصبري. وبعد ذلك استهدفت هذه الجماعة كل حملة الفكر من صحفيين وكتاب وفنانين، وعملت على قتلهم بالتصفية الجسدية والقنص والتنكيل والتركيع والإخفاء القسري في سجون مظلمة. ويورد الموقع مثالا للتضييق على المبدعين في مناطق سيطرة الحوثي، فقد ضاقوا بشعر فنان رقص شعبي حيث اقتحم الحوثيون أحد الأعراس في مدينة رداع للتنكيل بالفنان ملاطف الحميدي، وتم ضربه وسحله والتنكيل به وقص شعر رأسه الطويل لأن ذلك يتنافى مع تعاليم زعيمهم الروحي عبد الملك الحوثي. مع العلم أن الحوثيين قد حسموا أمرهم في هذا الأمر، حيث أنهم وضعوا مندوبين في كل الجامعات والمدارس التي تعلم الذل والخضوع، ناهين بقوة السلاح عن استخدام الآلات الموسيقية والمنصات الغنائية والمسرحية للطلبة. يفيد التقرير الذي غطى معظم مناطق اليمن عبر مراسلين وتوصل إلى وقوع حوادث مشابهة لتنظيم داعش وجماعة طالبان، يخرج الحوثيون لمراقبة محلات بيع الثياب النسائية ومستحضرات التجميل لمنع تعليق أي صور. لأن الطغاة لا يستخلصون الدروس، فهم لا يثقون إلا بالقوة التي يملكون ويحسون بها ومعها أنهم آلهة الأرض. هذا جزء من مقالة كتبها الروائي العربي المعروف إبراهيم نصر الله. كثيرون بكوا حال الربيع العربي، وكثيرون شككوا فيه، ولم يزل هناك من يشكك فيه. لم يزل هناك من لا يفهم أن لكل ظالم نهاية. هذا ليس اختراعاً، إنه عنوان مسيرة البشر منذ وجدوا على سطح هذا الكوكب. كنت كتبت في مطلع الربيع العربي منذ سنوات أن للشعوب الحق، كل الحق في أن تثور على أي طاغية، سواء جاء باسم العسكري أو باسم الدين أو باسم العلمانية. لم أزل مؤمناً بهذا. فالسنوات الماضية رغم أنها أورثت شعوبنا دماراً في أكثر من مكان، إلا أن من الصعب أن تلجم الشعوب إلى الأبد بإخافتها من عواقب الثورات. ينجح هذا الأمر، بل نجح في عدد من بلداننا، لكن هذه الشعوب عادت وتنبهت أن خوفها لا يحميها ولا يصلح من حال أوطانها، ولا يمكن أن يكون الخوف لبنة في بناء المستقبل بأي شكل من الأشكال.
لقد صوروا لنا الثورات بأنها الكارثة التي ستحل بأي وطن تتورق فيه، ولم يخطر ببال الأنظمة لحظة أن تتوقف عن إهانة شعوبها ومستقبل شعوبها وسحق كرامتها الوطنية والحضارية. هذه المسألة لا تتعلق بعنف الأنظمة ضد الداخل في عالمنا العربي، بل بعنف الأنظمة الدولية ضد الخارج أيضاً، حيث وهم العظمة، التفوق، القوة كالعنف في الداخل أيضاً عندنا، لكن وهم العظمة لدى هذه القوى الدولية يصطدم دائماً بمأزقين كبيرين، الهزيمة أولهما في مواجهتها مع واقع مضطهد لا يقبل الخنوع. لم يحدث أن ظلت أمة منتصرة إلى الأبد كما كتبت ذات يوم في زمن الخيول البيضاء، ولم يحدث أن بقي طاغية منتصرا إلى الأبد. لا يعجل انهيار الإمبراطوريات والأنظمة شيء مثل ما يعجله العنف، سواء كان هذا العنف داخليا أو خارجيا. بعض الأنظمة العربية كانت مستعدة لإنفاق كل ثرواتها كي لا تنجح ثورة واحدة فتغدو ملهمة لكل الشعوب، وهكذا عممت صورة الثورة باعتبارها مقبرة للأخضر واليابس. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الكثير من معارضي المجلس الانتقالي في مدينة عدن باتوا لا يجرؤون على الكلام خوفا من الاعتقال. وفي تقرير نشره الموقع البريطاني بعنوان الانفصاليون الجنوبيون يرحبون بوصول القوات السعودية ويرفضون عودة الحكومة، قال الموقع إن الكثير من الأهالي الذين التقاهم مراسل الموقع في عدن قالوا أنهم لا يملكون قدرة الحديث علنية عن معارضتهم للمجلس الانتقالي. أشار التقرير الذي ترجم لصالح موقع عدن الغد إلى خصوم المجلس الانتقالي موضحا أن المجلس لا يخلو من منتقديه في جنوب اليمن، لكن العديد من خصوم الانفصاليين في الجنوب لا يجرؤون على الكلام. وقال أحد الأهالي للموقع أعتقد أن منظومة المجلس الانتقالي لن تستمر لأنها تقلد الحوثيين في جميع السلوكيات، والتهميش هو الأكثر خطورة لأنه لا يمكننا المطالبة بحقوقنا. قال الموقع البريطاني أن المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب بل يمثل نفسه. يتساءل موقع البي بي سي في صفحته الرئيسية، هل يشهد الشرق الأوسط ربيعا عربيا جديد مع انتهاء فصل الصيف في منطقة الشرق الأوسط؟ هل تنزلق المنطقة إلى ربيع عربي جديد في العراق؟ يتم قتل المتظاهرين بالرصاص في الشوارع، وفي لبنان تسبب المتظاهرون بشلل تام للبلاد وهم يطالبون بإسقاط النخبة السياسية الحاكمة، وفي مصر سحقت قوات الأمن محاولات للاحتجاج ضد الرئيس. هناك الكثير من الاختلافات بين العراق ولبنان ومصر، لكن لدى المتظاهرين في كل منها مظالم مشتركة بين ملايين الأشخاص وخاصة من الشباب في كافة بلدان منطقة الشرق الأوسط، وتقل أعمار نحو 60% من سكان المنطقة عن 30 عام، ووجود الشباب ميزة عظيمة لأي بلد، ولكن تتحقق الفائدة تلك فقط إذا كان الاقتصاد والنظام التعليمي ومؤسسات الدولة تعمل بشكل جيد لتلبية احتياجاتهم. يتحول الفشل في ظل الأنظمة الفاسدة إلى غضب بسرعة كبيرة، وخاصة عندما لا يتمكن المتعلمون من الحصول على وظائف بينما يرون زمرة صغيرة وهي تملأ جيوبها بالأموال. إذن هل هو ربيع عربي؟ يجيب موقع البي بي سي أنه مؤشر هام على أن هناك عملا لم ينتهي بعد منذ عام 2011، الانتفاضات التي لم تجلب الحرية التي يتطلع إليها الناس الذين يتظاهروا ضد المستبدين، وما زالت عواقب هذه الانتفاضات محسوسة في سوريا واليمن وليبيا ومصر، وما زالت المظالم التي أشعلت انتفاضات عام 2011 موجودة بل وتفاقمت في بعض الحالات. براعم غد تصنع مستقبلنا العظيم، تحت هذا العنوان كتب البروفيسور العراقي قيس النوري مقاله المنشور في موقع الحدث الإخباري. أرادوا للأمة أن تعيش أزمنة الخرس الجماعي، خرس العقل والفعل، بعد أن غمروها بفراغ غامق اللون. عندما جاءوا لوثوا الأرض صوروا القدم الهمجية القادمة من بعيد، كأن الاحتلال كرنفال سعيد يضفي ويعيد إلى الأرض خضرتها. أما الإنسان كما وعدوا فسوف يخلع عنه أسمال الفقر وتمتلئ البطون بطيب خيرات تحملها سلال ما هي إلا الغدر ممزوجة بسم زعاف. هكذا أرادوا، هكذا روجوا، هكذا أسمعوا، هكذا زيفوا.
من أقصى غرب الوطن الكبير إلى أقصاه شرقا تموج ثورة كامنة مكتومة، لكنها تتقد ترنو إلى بزوغ فجر جديد، ثورة أرض أرادها الغازي محروقة لا ينبت فيها شجر بفعل جمرات زرعوها بديلا عن سنابل قمح كانت يوما تداعب الريح جذلة تقطر منها حبات ندى صباحات الإنسان. جمرات الخبث تلك التي زرعوها في الجنبات والضلوع بين شقوق الأرض العطشة وضلوع فقراء الأرض كلها بخبثها كله، كنستها أيام غضب الشباب الغض، أذابت بلمح بصر مقدسهم المزيف المختبئ بثياب الظلام، أذابوا مقدسهم الشرير بثورة العمل المادي المجسد من دون تنظير وادعاء. مسح الفراغ الغامق اللون بدم مسفوح ليكتب بحروف حمر أنشودة فجر جديد، فجر يليق بالجنس النبيل، عنوانا لشباب يصنع عرسا، يصنع فجرا، يصنع حياة طريقها مرسوم بزهور نرجس وشجر الكافور، يخضب أكف عروس عربية تمتطي سهوة مهر يسابق الريح، ترنو إليها جزارة ذي الفقار علي وزند الفاروق عمر، يقسم ظهر سنوات أزمنة الخرس الجماعي. شباب الأمة من أقصى أرضنا في يمننا البعيد الذي يسكن القلب، من كنانة مصر، من تونس ريادة ثورة الغضب، من ظلال الأرز في شامنا الندي، من بغداد وجنوبها الممتد بشعلة ثورة تستظل أفياع متن النخلة كلها تستحرض أنشودة خالدة رفعها حينها صانع أمتنا محمد النبي، تردد وصيته لأمة لن تموت، أمة أراد له أن تصلب أبد الدهر كما صلبوا رسول السلام يسوع حبيب فقراء الأرض. أصغر ملياردير في أفريقيا رجل الأعمال التنزاني محمد ديوغي تعرض للاختطاف، لكنه رفض دفع المال مقابل حياته، لذلك وبحسب الشرق الأوسط طلب من خاطفه أن يقتله وأكد أنه لن يدفع فدية مقابل إطلاق سراحه. ديوغي الذي تقدر مجلة فوربس الأمريكية ثروته بمليار ونصف اختطف منذ 12 شهرا خارج فندق بالعاصمة التنزانية دار السلام، وأجرت الشرطة عملية بحث كبيرة عنه. وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن مدة اختطافه استمرت لعشرة أيام وكان معصوب العينين لدرجة اعتقاده فقدانه للبصر، ثم تم إطلاق سراحه دون دفع فدية. وذكر أنه تعرض للتهديد بالقتل وأنه شعر بوجود بنادق حوله، ولكنه كان مصرا على عدم دفع فدية وطلب من الخاطف إطلاق النار عليه لمدة 6 أيام. وتابع أن الخاطفين تركوه في مكان يبعد 15 دقيقة بالسيارة عن الفندق الذي اختطف منه. السلطات لم تعرف الدافع وراء الجريمة، ولكنها تعتقد أن الخاطفين كانوا يخططون لطلب فدية، لكنهم في النهاية اضطروا تحت الضغط السياسي والإعلامي لإطلاق سراحه. من الأخبار المنوعة نطالع من موقع صدى البلاد، والذي عنوان: أمريكي يؤلف كتابا لتذكير زوجته بقصة حبهما بعد فقدانها الذاكرة. قال الموقع أنه في واحدة من أغرب الحالات على الإطلاق انتشر كتاب يحمل عنوان أعرف أنني أحبك، كان قد كتبه زوج لزوجته التي أصيبت بفقدان الذاكرة ليذكرها بقصة حبهما الأسطورية. قرر الزوج الوفي الإقدام على هذه الخطوة في الذكرى الرابعة لزواجهما، حيث أصابتها سكتة دماغية أثناء ولادتها ودخلت في غيبوبة ل33 أسبوع، وبعدما ناجت منها بأعجوبة كانت قد فقدت ذاكرتها تماما. وفسر الأطباء ما حدث بأنه تسمم الحمل، حيث يرتفع الضغط بصورة ملحوظة، الأمر الذي نتج عنه جلطة دماغية تؤثر على الذاكرة. ونشر الزوج ستيف كورتو كتاب قصة حبه لزوجته كامري في واحدة من أكثر مواقف الوفاء التي نراها حول العالم. إيران كاسبة النفوذ وخسرت الشعوب. تحت هذا العنوان كتب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة صنعاء عبد الله العزعزي مقاله الذي تنشر بلقيس مقتطفة منه. في التاريخ الحديث والمعاصر كانت إيران منذ أواخر القرن 19 حتى الثورة الإيرانية عام 1979 دولة تابعة للغرب، وكان كل شاه يحكمها بمثابة الحارسي والشرطي الأمريكي في المنطقة، وتعيق كل مشروع عربي قومي تحرري. وقد استبشر العرب بهذه الثورة خيرا، لكنها لم تكتفي بتغيير الوضع الداخلي، وانطلقت من قاعدة أيديولوجية آمنت بها
هي تصدير الثورة فدخلت بحرب دامت 8 سنوات مع العراق، مثلت نتائجها خسارة للمشروع العربي والإسلامي وفائدة لأمريكا وحلفائها. رمت إيران بكل ثقلها مشاركة في تمزيق النسيج الاجتماعي واجتثاث البعث ونهب ثرواته المتنوعة والغنية ومنها النفط، وذهبت أبعد من ذلك في تكريس التشيع والتطييف وملشنة المجتمع ومحاربة المخالفين لها وتدمير جيشها الذي كان يعد رابع أقوى جيش في العالم. وتحول العراق إلى مسرح للحشود الشعبية والميليشيات، فضلا عن ذلك تم تدمير مؤسسات الدولة التي كانت قائمة منذ عشرينيات القرن العشرين وتقاليد وأعراف هذه الدولة ومؤسساتها، وكان منطق التفريس هو السائد في السلوك الإيراني داخل العراق. وفي إطار المشروع التوسعي الإمبراطوري كانت إيران تتمدد وتتوسع في سوريا ولبنان عبر أدوات تأييد المقاومة والممانعة، والتي أضحت عبئا وإعاقة لاستقرار دولتي لبنان وسوريا بدلا من تقويتهما وحمايتهما، وتهتم في التواجد بأكثر من ساحة عربية بذريعة محاربة أمريكا والإرهاب ومقاومة المشروع الصهيوني. ومع ذلك بقيت الصهيونية وأمريكا والإرهاب في المنطقة، واستفادت أمريكا من هذا السلوك والتوسع الإمبراطوري، وقد تم تصفية البغدادي كدعاية انتخابية مبكرة لترامب. السؤال الملح، هل ستعيد إيران النظر في تفكيرها الاستراتيجي وسياستها والقيام بدور فاعل في قيادة الأمة العربية والإسلامية بدون استعلاء وغرور، واعتبار أن قوة وحرية ووحدة العرب هو قوة لها؟ صحيفة واشنطن بوست أوفدت أحد مصوريها إلى سوريا وعادت بمجموعة صور، اخترنا بعضا منها لعرضها عليكم في فقرتنا التالية. نتابع. خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة، رسوم الكاريكاتير فن لنا معه جولة في كل حلقة من كشك الصحافة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.